اقلع اقلع ايه؟ اقلع. طيب ايه ده عامل ازاي؟ اقلع. طيب ايه؟ تقول له اقلع نهار اسود. حد لي حاجة، حد لي حاجة، حد فيها حاجة؟ لا خلاص ندى. ايه؟ انت مجنون؟ ايه هتقلع هدوم كله؟ لا اكيد لا. خد جاكيت. شاطر جاكيت. شاطر حبيبنا النام. افتح يلا. افتح ايه؟ يلا. لا 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 يلا. لا 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 يلا يلا. اصبعي اقلع القميص. حمرا الجو برد جدا الفترة دي. معلش هبعتك لنانا تدفيك. اقلع. طيب طيب مش عايز اقوص القميص. انت خلاص ما تنجز. ماشي ماشي مالك انت تحولت كده ليه؟ اقلع خلاص. اقلع بقول. اقلع ايه تاني؟ اقلع بقول بدل ما احط دي في بق. اقلع البنطلون. لا البنطلون لا مش صح. اقلع البنطلون. طيب 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 نزل. لا يا نهار اسود. لا مش هينفع اشوف، مش هينفع اشوف. حرام عليك بقى، حرام عليك. ندى يا مجنونه. لا لا انا مش هينفع اشوف والنبي. طيب بس مش هعرف اشوف. واللي تحته. لا 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 اخرس خالص. يلا يلا. ندى بتعملي ايه يا ندى؟ لا 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 مش هقدر اشوف، مش هقدر اشوف، مش هقدر. تصور يا بنت المجنونة. شايف الصورة دي؟ يا نهار اسود كل حاجة باينة. هبعتها على تليفون بنت صاحب السوبر ماركت وهتشوف بقى هو هيعمل فيك ايه. بلغ عنك البوليس، يطلعك متحرش، ممكن ينزل صورك على الفيسبوك. لا 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 او انزلها انا. لا والنبي 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 عشان خاطري. عشان كده تنسى خالص موضوع البوليس ده من دماغك. نسيته نسيته. انت ما شفتش ولا عرفت حاجه خالص خالص. وهتفضل الصور معايا عشان لو دماغك وزتك انت عارف انا هعمل ايه. لا.